السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو مميز جدا لكل الناس اللي بتحب تعرف الأخبار العالمية وخاصة أخبار الأميرات. النهاردة هنتكلم عن معلومات جديدة جدا وأول مرة تعرفوها عن الأميرة ميغان ميركل. الأميرة ميغان ميركل هي من الأميرات اللي مشهورين جدا، وإن الصحف العالمية بتتكلم عليها كتير قوي، خاصة الصحف البريطانية. علشان كده النهاردة جمعنا معلومات أول مرة تعرفوها عنها. لو الموضوع مهم بالنسبة لكم ما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس وعملوا لايكات كتير للفيديو وشير لكل أصحابكم. أول حاجة، طبعا الأميرة ميغان ميركل هي زوجة الأمير هاري، وطبعا من الأميرات المثيرات جدا للجدل، خاصة في الصحف البريطانية، وطبعا الصحف العالمية برضو بتتكلم عليها كتير قوي. نتيجة بقى الأنشطة الخيرية اللي بتقوم بيها، وكمان كلامها عن السياسة وكلامها هي وزوجها عن الواجبات الملكية واستقرارهم بعيد عن الأسرة الملكية وعن بريطانيا. كل المعلومات دي بتخلي طبعا الصحف والمواقع تتكلم عنهم كتير. النهاردة هنجمع معلومات كده أول مرة ناس كتير تعرفها، ومعلومات غريبة عن الأميرة ميغان ميركل هنعرفها، ومعلومات فعلا جميلة جدا ومسلية، وكمان معلومات غريبة برضو. أول معلومة لازم نعرفها إن الأميرة ميغان اسمها الأول برضو مش ميغان خالص، هي اسمها الأول اسم راشيل. طبعا انتوا عارفين إن كان دورها أول دور عملته كانت ممثلة، ومثلت دور في مسلسل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت شخصيتها اسمها راشيل، وهي دايما تقول ان الدور ده من الادوار اللي بتشبه شخصيتها جدا، لان الفتاة كانت طموحة وهي شخصية طموحة جدا. وفي كذا تصريح قالت ان الشخصية دي شخصية شبهها تماما وشبه فكرها، لكن الجديد ان الشخصية بس مش شبهها في الصفات، ولكن برضو في الاسم، ان الاسم الاول ليه ميجان هو راشيل، وهما الاتنين بيشتركوا في نفس الاسم. كمان تاني حاجة ان هي بتعشق الطعام بطريقة كبيرة جدا. معروف عن الأميرة ميغان ان هي بتعشق الطعام جدا، وخاصة الدجاج المشوي من افضل الأطعمة المخصصة ليها. وكمان معروف ان هي عندها مهارات في الطهي كثيرة جدا، واكدت ده في اكتر من لقاء صحفي ان هي بتحب الاكل جدا، وكمان لازم يكون معمول بطريقة كويسة، وليها كمان بعض المهارات في الطهي. المعلومة اللي جاية معانا ان كان عندها مدونة قبل دخولها العائلة الملكية. طبعا انتوا عارفين ان ميجان قبل ما تدخل بعد دخولها العائلة الملكية بيبقى صعب بالنسبة لهم ان هم يعملوا سواء صفحات او مدونات، لكن هي قبل ما تتجوز من الامير هاري هي كان عندها مدونة، وكان المدونة دي مأخوذ من اسم نبيز، وكانت معمولة عام 2017، وأعلنت إن هي أغلقتها خلال فترة الخطوبة، أغلقتها لفترة صغيرة. كمان بيقولوا إن زيت شجرة الشاي صديقها في السفر، دايما تأكد في التصريحات الصحفية إن دايما هي بتبقى موجود معاها دايما في شنطة السفر زيت شجرة الشاي، وده من الحاجات المهمة جدا في شنطة السفر، وهو الشيء الوحيد اللي ما تقدرش تستغنى عنه او تعيش من غيره، خاصة في السفر دايما تحطه في وعاء صغير، لان بالنسبة لها دوت زي السحر كده، لو تعرضت لاي جرح او لدغة بعوض او حرق صغير دايما تعالج نفسها وتدهن الجروح دي بزيت شجرة الشاي، فليه مفعول السحر. قبل طبعا ما تتجوز من الأمير هاري تخصصت في دراسة المسرح والعلاقات الدولية، وكمان قالت وصفت نفسها في أكتر من مرة إن هي مهووسة جدا بالمسرح، وإن هي لقت نفسها بقى ما بين السياسة وما بين الفن، وقررت إن هي تدرس الاتنين عشان هي بتحب الاتنين جدا. وقالت خلال مقابلة ليها كانت في 2013 إن كانت بتعرف ان هي عايزة تمثل، لكن كرهت الفكرة من كتر الادوار المقررة، وكمان قررت ان هي لما كانت في لوس انجلوس ان هي تقرر ان هي تكون ممثلة. وقالت كمان ان هي ارادت اكتر من مرة، وكانت بتحب السياسة جدا،
وكانت دايما مشتتة ما بين حبها للفن وحبها للسياسة، لحد زي ما قلنا ما قررت ان هي تتخصص بشكل كامل في تخصص مزدوج ما بين السياسة وما بين العلاقات الدولية. كمان في سن وهي عندها 11 سنة كانت شافت إعلان تجاري لأحد النساء، كانوا خاص بإعلان غسيل الأطباق، ومن ساعتها وكانت دايما بتقول لصحابها إن هي دايما هتتجه للتمثيل، وبتحب جدا الإعلانات ومشاهدة الإعلانات منذ الصغر. كمان احنا كده يبقى احنا خلصنا مجموعة من المعلومات عن الأميرة ميغان ماركل. جمعت لكم شوية معلومات غريبة لكل الناس اللي بتحبها وبتحب ان هي دايما تتابع معلومات عنها، لانها محبوبة جدا من كتير من الناس، وناس كتير قوي بتتابع اخبارها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. ما تنسوش لايكات كتير للفيديو وشير لكل اصحابكم، وشوفوا الفيديوهات الموجودة في القناة هتعجبكم بإذن الله، ومع السلامة.